في فيديو النهارده هتكلم عن الجهاز اللي بعتبره احسن اختيار للناس اللي ميزانيتها محدوده، ويعتبر الجهاز اللي تقدر تعتمد عليه سواء في الجيمنج او لصناعه المحتوى، والحابب يعني انت تتعلم برامج زي الافتر افكت او فوتوشوب او ادوبي بريمير، او حابب مثلا ان انت تتعلم البرمجه، الجهاز ده هيكون مناسب جدا ليك وهيساعدك ان انت تتعلم اي حاجه انت عايزها، وكمان تقدر ان انت تعمل فلوس من الحاجات اللي انت بتتعلمها على الجهاز. والجهاز هيكون سعره اقل من 4000 جنيه في حدود 3800، وهيكون مبني على معالج اي 5 3470، وممكن تقول ان المعالج ده جيل ثالث وقديم شويه. فقبل ما تحكم على الجهاز هنشوف مع بعض تجربه في الفيديو دوت، واختبار الجهاز سواء في الالعاب، وهقول لك برده عن تجربتي الشخصيه.